ينضم إلينا من مقرنا عقد الاجتماع الوزاري للدول الداعية لمكافحة الإرهاب مراسلنا عبد الرحمن المدفع. بعد التحية عبد الرحمن، هل تحدثنا عن أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي؟ نعم زميلتي سهير، انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ولعل ما جاء في المؤتمر الصحفي الكثير من النقاط التي تم الرد فيها على ادعاءات النظام القطري، لعلنا نبرز أهمها. النقطة الأولى هي الدعوة المفتوحة لإجراء حوار بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والنظام القطري، ولكن وهنا تكمن أهمية الإشارة إلى أن تنفيذ المبادئ والمطالب 13 هي ضرورة لتشكيل أساس متين يمكن إقامة الحوار عليه. النقطة الثانية هي مسألة تسييس موسم الحج من قبل النظام القطري. أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بأن هذا الأمر مرفوض تماما، ويعكس خطابا لا ينتهجه إلا الأعداء وخصوصا النظام الإيراني. النقطة الثالثة التي تم الإشارة إليها والتأكيد عليها في هذا المؤتمر الصحفي هي تقديم الشكر الجزيل للمبادرة الكويتية والوساطة لإيجاد حل لهذه الأزمة، وتثمين دور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والتأكيد على أن الوساطة الكويتية هي الوساطة الوحيدة الفاعلة التي من الممكن أن تحل هذه الأزمة. نعم. كما أشار معالي وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن لا تفاؤل في هذه المرحلة. إذا تفاؤلنا بشأن الأزمة مع قطر في ظل هذه الظروف وفي ظل التعنت القطري فهو يعتبر تفاؤلا سابقا لأوانه. يجب على قطر أن تنفذ المبادئ الستة وتلتزم بها وتنفذ المطالب 13، ثم يمكننا الانطلاق إلى الحوار والتفاؤل بشأن هذه الأزمة. إذن مواقف ثابتة و مؤكدة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر، إلى النظام القطري وليس إلى الشعب القطري، بضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والوقوف صفا واحدا مع دول الخليج والدول العربية في مكافحة الإرهاب. نعم عبد الرحمن، طبعا تم الاتفاق على استمرار يعني التوافق والتنسيق خلال يعني هذا المؤتمر، هل تم الاتفاق على نقطة التقاء في المستقبل قريبة بين الوزراء الخارجية؟ نعم، تم الإشارة في البيان للدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر، ولكن لم يتم الإعلان عن نقطة التقاء جديدة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. هناك بعض المصادر طبعا تتحدث عن اجتماع قريب من الممكن أن يتم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولكنها أخبار ليست مؤكدة، ولا يوجد أي خبر يتحدث عن اجتماع قادم للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، فقط التأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. نعم، من مقر انعقاد الاجتماع الوزاري للدول الداعية لمكافحة الإرهاب مراسلنا عبد الرحمن المدفع، شكرا جزيلا لك.